ورجعنا لكم تاني نستكمل مع حضراتكم الفقرة التانية من برنامجنا ابن مصر. هنتكلم النهاردة عن الجمال. مين فينا ما بيحبش يكون جميل؟ صغير، كبير، ولد، بنت، رجل، سيدة، مين فينا مش بيحب يكون جميل؟ النهاردة هنتكلم تحديدا مع ضيفتنا اللي مشرفانا في استوديو ابن مصر عن العناية بالشعر والبشرة. نرحب الأول بضيفتنا اللي مشرفانا في استوديو ابن مصر الأستاذة عبير أسامة، خبيرة التجميل وخبيرة العناية بالشعر والبشرة. أهلا بيكي، شرفتينا. أهلا بحضرتك. اسمح لنا في البداية نحب نتعرف عليكي أكتر، وإيه مجال دراستك؟ أنا اسمي عبير أسامة، خريجة كلية تربية طفولة دفعة 2019، بس أنا ما حبيتش إن أنا أشتغل في المجال بتاعي، حابة مجال التجميل أكتر. بدأت فيه من بقالي 5 سنين، دي 5 سنة ليا في شغل التجميل، سواء العناية بالشعر أو البشرة. بحب البحث في المجال وخدت كذا كورس في المجال ده. عندك خبرة فيه؟ وحاليا على مشارف دكتوراه في مجال تصنيع مستحضرات التجميل. ما شاء الله. لكن منين جت الفكره؟ يعني منين جيتي قررتي وقلتي ان انا عايزه ابعد شويه عن مجال دراستي اللي هو في التربيه او كده، وتقولي ان انا حابه ان انا اشتغل في مجال تاني خالص هو بعيد عن دراستك، يعني في مجال العنايه بالبشره او الشعر؟ هو الموضوع بدا معايا يعني بدا من 8 سنين. تمام. كنت انا بحب قوي الاهتمام بالشعر والبشره بالمنتجات الطبيعيه. تمام. كنت احب اجرب ماسكات، احب اجرب الحاجات الطبيعيه، ما بحبش الحاجات الكيميكالز، لان اي منتج داخل فيه مواد كيميائيه اكيد بيبقى ليه اثر جانبي. تمام. فكنت بحب ان انا اخد حاجات من الطبيعه. اول ما بدات اشتغل في مجال كوزماتكس بدات من 5 سنين، كنت انا اشتغلت مع الدراسه بتاعتي. تمام. اشتغلت في مجال التسويق في الاول. اول ما بدات جت الفكره ليا في التصنيع بقى من سنه تقريبا. تمام. بعد كورسات وبحث ودراسه وكده طبعا جربت كذا مره. تمام. كنت على مثلا مين بقى جربت؟ كنت بجرب على والدتي واختي بصراحه. اكيد لازم نبدا بالاسره. بصراحه كنت بجرب على والدتي واختي، كنت مثلا اجرب التركيبه واجربها على والدتي واختي، اشوف مثلا شهر والتاني والتالت، اشوف النتيجه اللي انا عايزاها وصلت لها ولا لا. ما وصلتلهاش. بتحكمي بناء على ايه؟ بحكم بناء على تحسن حاله الشعريه نفسها، على قوه البصيله، على معدل تساقط الشعر، كل ده بنحكم عليه بعد شهر والتاني والتالت، لان اكيد ما فيش اي منتج تجميلي او منتج علاجي للشعر او البشره بيجيب نتيجه من اول استعمال. من أول استخدام؟ أكيد. لا اكيد. مثلا اول استخدام ممكن نلاقي نتيجه مثلا 30% 50%، مع الاستعمال بنلاقي نتيجه اقوى مره في مره. فكنت مثلا اجرب التركيبه على والدتي واختي على شعرهم مثلا، وطبعا دي طبيعه شعر ودي طبيعه شعر مختلفه. تمام. واشوف مثلا مدى الاستجابه، لقيت الاستجابه مثلا مش كويسه كنت ابحث ليه الاستجابه مش كويسه، او الاستجابه مش زي ما انا عايزه، فكنت ابحث اكتر. لكن هو المنتج، يعني كلمينا عن المنتج اللي قدامنا، احنا بنتعامل مع حاجه للبشره، اشرحي لنا من فضلك البشره ده الشعر ولا البشره اللي حضرتك تحبيه، يعني السبراي ده او اللي شكل سبراي ده الشعر ده او ده منتج تفتيح للبشره. تفتيح تفتيح. تمام. ده اولا بديل لكريم الاساس. تمام. يستعمل كبديل لكريم الاساس، بيقلل التصبغات الجلديه. داخل في تركيبه زيوت طبيعيه جدا، يعني هو علاجي كمان يا رضوى. يعني هو مش بس كريم عينيه، داخل يعني في مشوار العلاج. لا مش مجرد كريم عينيه بس، اللي هو مش مجرد تغطيه وقتيه وبعد كده خلاص، لا بالعكس، هو بيقلل التصبغات الجلديه لو في كلف او نمش، هو بيقلله مع الاستعمال المتكرر. طبعا كل البنات المحجبات بيبقى عندنا خط الطرحه هنا، تلاقي هنا لون وهنا لون. مع بنات كتير هو الكريم بتاعي مسته ان هو بيقلل التصبغات الجلديه، التصبغات اللي الشمس بتسببها لنا مع الاستعمال المتكرر. طبعا داخل في تركيب الزيوت الطبيعيه بتعمل كصن بلوك، يعني بيعمل قواقي من الشمس. يعني ما فيهوش اي حاجه كيميائيه، كلها منتجات؟ لا كلها مكونات طبيعيه، زيوت ومكونات طبيعيه امنه تماما. لو مثلا سيده حامل او مرضعه ملوش اي اثار جانبيه ولا ليه اي اضرار ولا بيسبب حساسيه ولا اي مشاكل. طيب تماما. هل ليه حل المشاكل حب الشباب برضو؟ لا هو ملوش علاقه بحب الشباب، هو ليه علاقه بالتفتيح والتصبغات الجلديه. التفتيح والعلاج للبشره، علاج التصبغات الجلديه. انما حب الشباب ده موضوع تاني خالص. اللي كل انواع البشره، يعني انواع البشرات كتير، يعني هل كل انواع البشره استخدم لها نفس ال؟ ايوه كل انواع البشره، هي البشره عامه مناسب لكله يعني.
ايوه هي انواع البشره عامه دهنيه وجافه ومختلطه. هل هو مناسب بقى لكل الانواع دي ولا في نوع معين من البشرات ما ينفعش معاها؟ لا هو مناسب مع كل انواع البشره، امن تماما. الفكره ان البشره الدهنيه بس المفروض تكون نظيفه قبل ما نستعمله، لان اي كريم تفتيح في الدنيا هتيجي تستعمليه او كريم اساس او اي كريم بيدي نسبه تغطيه هتيجي تستعمليه على بشره دهنيه مش نظيفه او مش او مليانه نسبه دهون يعني لا مش بيدي نتيجه عكسيه، هو بيعمل زي حته ما بيديش نتيجة اللي انت طالباها. فلازم تكون البشرة نظيفة قبل ما تستعمل. استاذة عبير، هل حاولتي تثقلي او تزيدي مجال شغلك بدراسة ولا بتعتمدي على الخبرات واللي بتكتسبيها من التركيبات؟ طيب هناخد نستأذن حضرتك قبل الإجابة، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني مع حضرتك. اوكي تمام. انتظرونا. تمام. ورجعنا لكم تاني وكنا بنسأل أستاذة عبير هل حاولتي تزيدي شغلك بدراسة ولا بتعتمدي على الخبرات اللي بتكتسبيها من تكرار التركيبات؟ لا اكيد اكيد بعتمد على اولا البحوث، انا بحب ابحث كتير في مجال التجميل وخصوصا في المنتجات الطبيعيه. تمام. وطبعا الحمد لله واخده كذا كورس في المجال بتاعي، والحمد لله داخله على دكتوراه في المجال بتاعي من اكاديميه في القاهره. حابه تجربي للجمهور؟ احنا حابين نجرب. عايزين حابين نجرب جدا. اكيد اتفضلي. يعني نوري الساده المشاهدين معانا، قولي لي بقى ممكن يعني يجيب نتيجه من اول مره؟ اكيد حضرتك هتجربي وهتشوفي بنفسك النتيجه. حطيت كتير يمكن شويه، مش عارفه اذا هيبان للمشاهدين ولا لا. لا انت حاطه قليل خالص. بجد؟ توزيع بس اهم حاجه التوزيع كويس. هو كمان ريحته حلوه. ريحته حلوه جدا. شوفي الفرق يعني ما بين الايدين، اعملي كده. استاذن بس هيبان للمشاهدين. انا شخصيا حاسه بفرق ونعومه. فارق اكيد، أكيد. نسبه الترطيب فيه عاليه. هو بيفتح درجه عن اللون البشره. تمام. بس مع الاستعمال المتكرر بتلاحظي فرق رهيب في ترتيح بشرتك. يعني يمكن ان هو يبقى بديل الفاونديشن؟ اكيد هو يستعمل كبديل. ايوه يستعمل كبديل الفاونديشن عند الخروج لبنات الجامعه، لان التغطيه بتاعته خفيفه، ما هوش تقيل بقى زي كريمات الاساس اللي بتعمل تغطيه تقيله، فبالتالي بتعمل بتسد المسام فتلاقي فيه حبوب تحت الجلد، هندخل في مشاكل تانية خالص. هو ميزته ان هو خفيف جدا، البشره بتمتص بسرعه. مش لما تحطيه مثلا تيجي تمسحي بمنديل تلاقي المنديل طالع فيه حاجه، لا بالعكس خالص. هو يعني هو ده بقى اللي حابين نشوفه. يعني حضرتك كنت جايبه لنا صور، لو نستاذن فريق الاعداد يجهز لنا صور ريفيوهات والاراء يعني بتاعت الناس وكده. نستأذنك اتفضلي. تمام. مفيش اتفضلي الصور. ده فرق، اتفضلي حضرتك قولي لنا. ده فرق استعمال اول استعمال. ده اول استعمال. فرق اول استعمال في كريم الشعر من دكتور بيري. هي الفكره في الكريم ان حضرتك هو بيعمل ترطيب قوي للشعرايه. نوع الشامبو اللي تستعمله معاه لازم يكون زيرو صوديوم، ما يكونش فيه نسبه صوديوم ولا سلفايت تماما. ليه؟ لان الشامبوهات التجاريه، شامبو تجاري بيبقى فيه نسبه صوديوم عاليه. طيب نعرف الشامبو ده فيه صوديوم ولا ما فيهوش صوديوم ازاي؟ الرغوه بتاعته ما بتبقاش ثقيله، اللي ما فيهوش صوديوم خالي من الصوديوم. تمام تمام. دي صوره كمان حضرتك تعلق لنا عليها برضو. ده دي طفله. دي طفله كان تقريبا سنها بتاع 4 أو 5 سنين. تمام. اول استعمال وشعرها ناشف على فكره، مش مبلول، يعني قبل ما يتغسل وقبل ما يجرى له اي اي حاجه. يعني تمام. مناسب لجميع الفئات العمريه. ايوه هو ميزته ان هو مناسب من عمر يوم الى ما شاء الله، يعني مثلا سيده حامل او مرضعه او عندها اي مشكله، هو ملوش اي مشاكل. وملوش تماما ملوش اي اضرار صحيه؟ لا تماما ملوش اي اثار جانبيه، بالعكس بيعمل على تقويه بصيله الشعر نفسها، فبالتالي الشعر مش بيتساقط، بيعمل على تقويه الشعرايه نفسها وبيعمل على نسبه ترطيب عاليه فيها، ملوش اي اضرار ولا اي اثار جانبيه تماما. هو اذا كان بنتكلم عن منتج بيفرد الشعر، يعني ايه الفرق بين منتج دكتور بيري واي منتج تاني لفرد الشعر؟ الفرق كبير طبعا. اولا يا فندم اي منتجات لفرد الشعر زي اي يعني منتجات الفرد عامه بيبقى ليها نسبه ضرر او نسبه او اثار جانبيه، حتى يمكن احسن اغلى الانواع فيها. ليه؟ لان هي بتعمل زي تغليف للشعرايه نفسها، فبالتالي الشعرايه بتتكتم فما بتتنفسش. فشهر في التاني في التالت تلاقي ايه يبدا تساقط وتقطيم. استاذه عبير، بعد ما انتجتي المنتجين الخاصين بالعنايه بالشعر والبشره، هل عندك منتجات تانيه في طريقها للظهور؟ اكيد في ان شاء الله شامبو بلسم زيرو صوديوم في الطريق، ومنتج لانبات
الشعر من انبات الفراغات وعلاج الثعلبه باذن الله قريب. باذن الله. طيب. يعني مش ممكن يكون معانا خبيره في التجميل وما نسالهاش عن حاجات حتى بره منتج الدكتور بيري؟ يعني النظافه العامه يعني للبشره او للشعر، ازاي انا بنت او سيده كنوع من الاهتمام نوع من الاهتمام من ازاي تهتم يعني بشعرها او بشرتها؟ هو مبدئيا اي بنوته او اي بنت او اي سيده عايزه تهتم بشعرها او بشرتها المفروض الاول تروح لحد يكون بيفهم في المجال ده، ما تروحش بنفسها تشتري اي نوع شامبو اي نوع كريم، لازم الاول تسال حد يكون فاهم في المجال ده. لان ممكن مثلا منتج يكون مشهور وكل حاجه بس يضرها لانه مش مناسب مع شعرها او بشرتها. تمام. ومش كل الحاجات الطبيعيه اللي في البيت زي البقدونس اللبن بودره الحاجات دي بتبقى مناسبه مع كله. المفروض اي بنوته ما بتيجي تجرب ماسكه او اي حاجه جديده على بشرتها ما تجربهاش على وشها على طول، جربها على ايديها. لو حست ان ايدها حصل فيها حساسيه بسيطه او حرقان او لسع ما تحطهاش على بشرتها تماما. تمام. طب لازم تختبرها الاول. تنصحي ايه البنات اللي بتعاني من الهالات وتعاني من الحبوب اللي تحت الجلد؟ بالنسبه للهالات والحبوب، بالنسبه للهالات السوداء الاول المفروض تعمل تحليل انيميا وتحليل نقص حديد. تمام. لان احنا المفروض نعالج الاساس الاول. تمام. وبعد كده بنبدا بقى مثلا نستعمل منتجات خاصه بكده وخاصه بعلاج الهالات. هو في طريقه صحيحه تقدري توجهينا بيها للمساج الوش؟ لمساج الوش. تمام. مشهور جدا ان المساج بيبقى من تحت لفوق. دايما نقول كده بالظبط. بس دي طريقه خاطئه جدا. ليه؟ لان المفروض الجاذبيه الارضيه بتشدنا لتحت، احنا لما نشد جلدنا لفوق ده هيحصل مع الوقت ترهل. ترهلات. فالمفروض احنا دلوقتي جايين نعمل مساج الوش او البشره. الوش بيتقسم اتنين، ويكون المساج من جوه لبره، من كده من فوق لتحت، لكن من تحت لفوق دي طريقه خاطئه جدا. ده على غير المعتاد، احنا بنسمع دايما ان احنا يعني من تحت لفوق هي دي طريقه المساج للبشره. انا اول مره اسمع انه موضوع الجاذبيه يعني ده جديد. لا مش جديد. هو مش جديد ولا حاجه، كنوع من نوع المثال، بتديكي مثال. يعني قصدي يا رضوى دايما يبقى في كلام على انه طريقه المساج من تحت لفوق. انا اول مره اسمع مثال. لا هي من فوق لتحت، وبيبقى مفيد جدا على فكره انه مثلا اي نوع كريم مرطب كويس وعليه فيتامين د يتخلطوا على بعض كويس ويستعمل كدهان بمساج يومي قبل النوم، هتفرق جدا في الهالات السوداء وفي نضاره البشره. ممكن تستعمل كريم دكتور بيري تعمل بيه مساج لبشرتها يوميا. وعلى فكره هو مش تفتيح للبشره بس، هو لاي منطقه في الجسم. تمام. استعماله لاي منطقه في الجسم غير الوش. نجيب قطعه قطنه تكون مبلوله بميه دافيه ونمسح بها المنطقه كويس. يعني ممكن يضغي على اي بقع في الوش؟ ايوه، يعني بيقلل التصبغات الجلديه واثار الحبوب. ان هو ملوش علاقه. علاج قوي. جدا. يعني بنات كتير بتعاني من الموضوع ده حقيقي. لا هو علاج قوي جدا. طيب خلينا نكمل ريفيوهاتنا برضو وردود افعال الناس. اشرحي لنا كده برضو حياتك الصوره اللي على الشاشه، ردود افعال الناس يعني كلمينا عنها، يعني انطباعهم عن المنتج. انا الحمد لله من قبل ما انتج المنتجات بتاعتي كنت دايما بشتغل على المنتجات العلاجيه، ما كنتش بحب الحاجه اللي بتجيب نتيجه في وقتها وخلاص. فاول ما انا انتجت المنتجات بتاعتي دكتور بيري يعني ده الفرق اللي انا شفته شخصيا على ايدي. ده فرق كريم دكتور بيري اول استعمال. قد ايه اول استعمال؟ لا ده اول استعمال والله، عميله خدته يومها بعتت لي الصوره وتشكرني. تمام. اهم حاجه الثقه كمان. اكيد تستمر الثقه. اكيد. وهو المنتج ما شاء الله باين عليه يعني. طيب احنا عايزين نصيحه سريعه لحد بيكون بيعمل مشروع زي استاذ عبير، نصيحه سريعه كده يبدا تحطهم على اول الطريق. هو الموضوع عايز اجتهاد ويعني ايمان بالله اولا. أكيد. وثقه بالنفس وانك تجتهدي وتدوري، لان ما احنا ما بنوصلش من اول خطوه. دايما في جمله انا مقتنعه بيها ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه. والمنتجات بتاعتي متاحه للموزعين، مش قطاعي بس، لا اي موزعين او محلات، ورقم التليفون تنزله على الشاشه. ومتاح شحن لاي مكان في الجمهوريه. لاي مكان في الجمهوريه تقدري حضرتك؟ لاي مكان في الجمهوريه. اكيد. احنا بنقول للساده المشاهدين بنضم صوتنا لصوتك يعني استاذ عبير، وبنشجعك على مشروعك وبنتمنى لك كل التوفيق يا رب. وبنشكر اكيد رضوى. شكرا ليك يا رضوى. نورتينا. شكرا لكل اسره البرنامج. نورتينا عبير الجميله. الساده المشاهدين، كل مشروع بيبدا بفكره وبعد كده بيتحول لهدف. حط قدام ابنك فكره وساعده يصنع الهدف، وجهه. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل اسره برنامج ابن مصر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.